هو انا ربنا؟ علاقتك بربنا تخصك انت ما تخصنيش انا. والصلاه مش حاجه اقف اتفخر بيها على فكره. اللي عايز يصلي في اللوكيشن على عيني وراسي، واللي عايز يصلي في الاوضه على عيني وراسي. شايف المساكنه حلوه انت حر، انا مالي. حضرتك شايفها وحشه اوكي. محمد علي رزق مبروك، بتتكرم النهارده في همسه عند دورين مختلفين تماما، صيد العقارب وجودر. اول حاجه ليه ما شفناش ام يحيى معاك النهارده؟ احنا دايما متعودين في اي تكريم ليك الاغلبيه بتبقى موجوده معاك. والله نورين النهارده للاسف عندها شغل، وانا هقول لك حاجه يمكن اول مره ان اقولها من اول ما سجلت. انا النهارده الحمد لله من كرم ربنا بتكرم في مكانين، للاسف المكانين عاملين تكريم في يوم واحد هنا وفي مهرجان تاني. فنورين هي عندها شغل هتخلصه وتجيلي على التكريم التاني، فللاسف انا المره دي لوحدي. يعني انا متضايق ان انا لوحدي على فكره، انا متعود دايما نورين تبقى معايا. صيد العقارب وجودر، ازاي وفقت ما بين الاثنين؟ والله توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. يعني انا تعمدت وانا بصور ان انا اتفق مع المخرجين المنفذين ان ما فيش يوم يجمع المسلسلين مع بعض، والحمد لله يعني مشيت عدت على خير. انك متأزم من فكرة البدل والفساتين برضو الفنانات، لو انت بقى مسؤول عن مهرجان وهتعمل زي، هيبقى ايه زي اللي هتعمله المهرجان؟ جلابية، مهرجان الجلابية. والله العظيم ما في احلى من الجلاليب. ستات يلبسوا فسكوز والرجالة يلبسوا الجلاليب الحلوة بتاعتنا دي البيضة دي وطقيان شبك، وهتبقى عسل اقسم بالله. رحرحة للصبح. ده اقول لك حاجة، المهرجان ده مش هيخلص، الناس تبقى قاعدة مبسوطة. بالنسبة بقى للشوز، والله وجعني جدا الجزمة، نفسي اقلعها بس عيب في كاميرات. والله يا انسانه جميله جدا وانسانه بتحب زمايلها جدا وطول الوقت بتدعمهم. انا ما شفتش فيها المراه الحديديه اللي انت بتتكلمي عنها دي خالص، بالعكس. لا اله الا الله، وانا اتنمرت على حد؟ انا بترعى نفسي حد؟ زعلانين ليه انتوا؟ طيب انا وانا علشان وزن ولا علشان خاطر الصوره القديمه؟ لا عشان، لا ده كان افيه بيني وبين صديقي ان هو عنده صور كتير لينا زمان، وبيقول لي وقعد بيهزر معايا فبعتهم لي، بيقول لي انا بهددك الصور دي لو طلعت على السوشيال ميديا انت هتتفضح، شوف شكلك وبص التيشيرت اللي عليه كرتون. قلت له يا راجل يعني بجد انت بتهددني؟ قال لي اه. فدخل نام صحي لقيني انا اللي حاططها على الفيسبوك عادي، بنهزر انا وصاحبي يعني. والله انا ما بحبش موضوع التكميم ده، انا بخس وادخن للادوار براحتي. انا وصلت ال 100 كيلو ووصلت ال 98 كيلو، وفي صيد العقارب تخنت المصطفى درغام ل 115، وبعد ما خلصته اديني رجعت اخس تاني، وانا دلوقتي الحمد لله 107 ومكمل. انا معترف بالدايت، معترف بالعزيمه، بخاف من العمليات، بخاف من الحقن، فانا عندي اخس برجيم احسن ما اخس من العمليات. بس الوزن ما بيأثرش على الادوار اللي بتتعرض عليك؟ بيأثر. يعني في دلوقتي مثلا لو انا 150 كيلو جالي دور ظابط اكيد مش هعمله، صح؟ اكيد طبعا، في الوزن بيحكم طبعا. ان شاء الله في الجزء الثاني من جودر، وان شاء الله في مسلسل حياه او موت بتاع استاذ احمد مطوع، وفي وتر حساس سبا مبارك. محمد علي رزق بنشوف فيك حاجه كويسه، اللي هو انت بعيد تماما عن التصريحات والترندات والحاجات، لا بتعلق مثلا على تصريحات مساكنه ولا صاله ولا الحاجات دي. انت متعمد تعمل كده علشان تريح دماغك من الحوارات دي، ولا بتخاف مثلا انك تزعل بعض الزملاء؟ لا انا ما بخافش، بس انا مالي، انا راجل في حالي، بحب اروح امثل وانبسط واروح بيتي لمراتي ولابني ولحياتي. كل واحد حر يا جماعه، انا ماليش حكم على حد. شايف المساكنه حلوه انت حر، انا مالي. حضرتك شايفها وحشه اوكي، انا شايفها مش بقى، انا مش حبيبها، غيري حبيبها، كل واحد حر. هو انا ربنا؟ انا مش هحاسب حد، ربنا اللي هيحاسبنا كلنا. علاقتك بربنا تخصك انت ما تخصنيش انا، زي ما علاقتي بربنا تخصني انا. والصلاه مش حاجه اقف اتفخر بيها على فكره، على فكره الحمد لله بصلي الحمد لله. يا عم ادعي بالسباب بس. اللي عايز يصلي في اللوكيشن على عيني وراسي، واللي عايز يصلي في الاوضه على عيني وراسي. الموضوع أبسط بكتير من إحنا نعمل عليه مشكلة.